زينب، جولتنا الثقافية انتهت، وأكيد مكفي بباقي فقراتنا، ورح نروح للتكنولوجيا، حيث تتسارع التكنولوجيا من حيث التقدم والتطور يوما بعد يوم، فتصبح التقنيات أكثر ذكاء والأجهزة أكثر تطورا لتتجول في حياتنا بشكل كامل، حاملة سيف ذو حدين. عالم الرقميات وتأثيره على حياتنا موضوع رح نتوسع فيه أكثر مع الدكتورة تغريد مسلم، دكتورة في علم الاجتماع وأستاذة في جامعة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي عن موضوع كتير مهم، خاصة هلا بالوقت الراهن اللي يمكن اخذت عالم الرقميات كتير من حياتنا، فصارت هي لكل المناسبات ولكل الاعياد. كيف يأثر عالم الرقميات على حياتنا؟ صحيح، هي الحقيقة الإنترنت والرقميات دخلت بكل حياتنا بكافة أشكالها وإلى آثارها كتير على حياتنا، ومثل ما تفضلتي إنه في آثار هو سيف ذو حدين، ممكن يكون إيجابي إيجابي وممكن وسلبي. يكون سلبي ومضاره كثيرة، وآثاره إيجابية وسلبية على حياتنا بالعموم بكل مراحل حياتنا. آثار الإيجابية بتتمثل بأنه هو قرب المسافات و زاد، يعني خلانا أقرب أو تحولنا لقرية صغيرة، يعني بإمكانك التواصل وأنت في مكانك بشخص بأقصى الأرض، بأبعد المسافات ممكن صارت المسافات قريبة من بعضها من خلال هالعملية التواصل، من خلال هالأجهزة التقنية الحديثة اللي هي بثواني أنت بتتواصلي، ما بقى فيها البعد وما بقى الإحساس بالغربة والبعد عن الأهل وغيرها. بالإضافة أنه صار فتحت لي العالم أمامي، يعني المعلومات بأحدث التطورات بأحدث الأبحاث بأحدث ما هو جديد أصبح متاح لكل فرد، ما بقى محصور على دول معينة لأنها هي متقدمة، وإنما أصبح متاح للجميع، فقصر المسافة، قلل الجهد، قصر الزمن وقلل الزمن لإنجاز أي عمل من الأعمال، لكن بالمقابل كذلك في له آثار سلبية. الآثار السلبية عديدة، وهالآثار الطفل والأسرة والشباب وكل نعم فئات المجتمع وبكل مناحي المجتمع. تمام. يعني برأيك دكتورة، كدكتورة علم اجتماع، في سلبيات وفي إيجابيات، أكيد في توازن بين هدول الشغلتين؟ يعني ممكن يكون سلبيات أكثر من إيجابيات، أو بالعكس الإيجابيات أكثر من السلبيات، وكيف بنفسر هذا الموضوع؟ لا، هي الحقيقة السلبيات أكثر، كوننا عالم ثالث مستهلك فقط وليس مستثمر لهذه التكنولوجيا. لو اعتدلنا في الاستخدام للتكنولوجيا لأصبحت الإيجابيات موازية للسلبيات، وبالعكس ممكن تكون الإيجابيات أكثر، لكن نحن يعني نتلقى هذه التكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا مصممة من قبل الدول اللي هي صممت أو هي أطلقت هالتكنولوجيا، أطلقتها باتجاه العالم الثالث، ومننا نحن الدول العربية العربية. حتى نكون مستهلكين بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية، حتى نتمثل بقيم المجتمعات الغربية. الرأسمالية أو الغربية. نعم دكتورة. طيب يمكن هلأ كل الشباب أو حتى الأطفال عم نلاقيهم يمكن ماسكين آلات إلكترونية، إن كانت حتى حسابية ما عم يستخدموا ذهنهم، مزبوط. أو حتى مثلا مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي آسرة العالم كله. صح. فكيف فينا نحن فعلا الأهالي يوجهوا أولادهم، وخاصة بالعمر الصغير، حتى ما ينحرفوا لأشياء سلبية، كيف فيهم يستخدموا هذا الشيء بشكل إيجابي؟ لا، قبل ما نحكي كيف بدهم يوجهوا، لازم الأهل وعموما جميعنا يعرف بالمضار لهالتكنولوجيا اللي هي وسائل التواصل بالدرجة الأولى اللي عم تحتل رقم واحد، وكذلك الفضائيات ما بتقل أهمية عن وسائل بتلاقي ولد عمره التواصل. 3 سنين معه تابع. يعني من خلال الأيام الأولى، يعني الأشهر الأولى لما بيوعى يمسك شيء بإيده عم يمسكه الموبايل، تماما إنه يمسك الموبايل ويشوف الصور وبيفتحوا له زينب نت، يعني بيقدر هو يدخل وين ما بده الطفل بكبسة زر، بغض النظر إذا هو بيقدر يكتب إذا ولا لا. أيوه بيصير يعني هو غير واعي شو عم يعمل، بكبس زرار بشوف ألوان حركة، فهذا الشيء بيستهويه، لكن الحقيقة اللي هو مضار كتير كبيرة على هالأطفال لمجرد وجود هالأشعة الواي فاي اللي هو عم يتلقاها الطفل، هذا بتعمل عنده يعني بتعمل ضعف بالتركيز،
ويعني بتخليه يشعر بشيء يعني باضطرابات صحيه يعني مثل التعصيب مثل النرفزه وبالاضافه الى انه يعني كمان مثل ما قلنا بتعمل ضعف بالتركيز لانه هو عم يستخدم وراح يصير فكمان من مدارها ممكن تعمل ادمان يعني لما الطفل ولا والمراهق على حد سواء عم يستخدم هالانترنت بكثره وعلى هالمواقع بكثره بيتحول لادمان والادمان مثله مثل ادمان المخدرات ادمان الانترنت يوازي ادمان المخدرات وبيؤدي لتليف الدماغ وبالتالي ممكن كمان يؤدي في مراحل متقدمه الى الموت كمان من مضارر المواقع التواصل والتكنولوجيا بعمومها بتعمل عدوانيه بتعمل انعزال تعمل انطوائية وبيصير الطفل والمراهق بينسحب من هالمجتمع الطبيعي لمجتمع خاص فيه عبر هالشبكة وبيصير هو ضمن هذا المجتمع الحقيقة نحن حاليا كلنا أو كل فرد موجود هو ويستخدم تكنولوجيا لأنه الغالبية صارت تستخدم تكنولوجيا حتى بالمناطق البعيدة والأرياف كل شخص هو له مجتمع طبيعي ومجتمع افتراضي مجتمع رقمي جزء من مجتمعه صار طبيعي وجزء صار عم يكبر الجزء اللي هو بالمجتمع الافتراضي اللي هو وجوده على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى قنوات اللي هي والأدوات التواصل الاجتماعي اللي بتخليه هو ينفصل عن واقعه ويصير بعالمه الخاص وهذا بيؤدي إلى ضعف العلاقات الاجتماعية بالعموم بالمجتمع ضعف العلاقات الأسرية بالإضافة إلى أنه بتشكل عنده مشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية نعم يعني يا دكتورة مثل ما حكيتي عم ينتقل الطفل أو الشاب من العالم الطبيعي للعالم الافتراضي حتى عم نلاقي الكبار هلأ حاليا الكبار أنه صار عندهم صفحات على الفيسبوك حتى على الانستا صار عندهم صفحات فبطل يزوروا بعض بطل في تواصل حتى ستات البيوت صارت تحكي مع جاراتها على الواتساب يعني ما بقى راحت لعندهم أو زارتهم صارت صبحية على الواتساب تماما صح يعني قديش هذا الشيء خطر وش يعني فيه كمان شيء منيح كونه مثل ما قلتي بالبداية بقرب المسافات إذا أم بعيدة عن بنتها أو أم بعيدة عن ابنها خلينا نحكي صحيح. عن هذا الشيء يعني بالحقيقة أنه يعني إذا جينا نقارن الأسرة التقليدية والأسرة الحالية اللي هي أسرة يعني جيل التكنولوجيا منشوف أنه الأسرة التقليدية كان يعني الأبناء والأحفاد يزوروا بيت الجدة ويجتمعوا كلهم بمكان معين وتكون أحاديث اجتماعية وتكون الطرح للمشكلات شو عم تواجههم من مشكلات ومخاطر وتكون الحلول مشتركة الكل يتساعد بهاي الحلول كذلك إذا جينا على أساس المنزل للأسرة التقليدية بنشوف أنه بيعتمد على الخشب والمزيك والأشياء اللي هي يعني اللي فيها يعني صناعات تقليدية بتخص هالمجتمع حاليا صار من سمة البيت أو المنزل الجديد أنه يكون فيه رقميات يعني يكون فيه شاشات ديجيتال ويكون فيه كذا يعني شاشة فضائيات لك حتى ممكن يكون بكل غرفة في شاشة لكل طفل جهازه الحاسوب ولكل طفل التاب تبعه والموبايل وهو هالتقنيات هي كلياتها وهالأدوات التكنولوجية كلها موجودة وبكسرة هذا شو بيأثر؟ رح يأثر طبعا كان بالبداية الجدة يجتمعوا الأولاد حوالين الجدة وتحكي لهم حكاية هلأ الأولاد بيجتمعوا حول يعني الكمبيوتر أو الفضائيات ليشوفوا فيلم عنف أو مصاصي دماء أو من الأفلام الموجهة لضرب ثقافة المجتمع العربي وضرب هالتماسك الموجود فتحول هالتماسك الاجتماعي اللي كنا بنتميز فيه لبدأنا نعاني من تفكك يعني صار إذا بدك تعرفي بحالة اجتماعية زواج أو وفاة أو غيرها بتتابعي على الفيس بتشوفي على الفيس سابقا كان لا لمجرد وجود حالة مناسبة معينة يكون فيه نشر لها المناسبة والكل يكون موجود هلأ حاليا بتقدمي التعازي على الفيس وبتقدمي المباركات على الفيس وكل هالأشياء حتى بالولادة وغيرها بتعرفي الأخبار كلها على الفيس فبدأت يعني صار في تفكك بالأسرة صارت الأسرة العربية بالعموم ويعني نحن ممكن بسوريا خطر لسه يعني أخف من دول الخليج دول الخليج الأثر كتير كبير بسبب الإمكانية بتوفر التكنولوجيا للجميع فبدأت يصير في تفكك اجتماعي بدأ في انعزال للأبناء بدأ يكون فيه يعني سلوكيات يعني للأبناء يعني غير مستحبة مثل مثلا
المنافسة العصبية اللي بيبدأ النقد يبدأ ينقد واقعه بينقد أهله، بالإضافة لأنه صار الولد يعرج من سلطة الأسرة، حتى بينقد نفسه وبينقد الواقع، ليه؟ لأنه صار عم يعيش بواقع افتراضي هو بعيد عن واقعه الطبيعي، وبالتالي بصير بيقارن وبصير بيعيش بحالة انفصام، وبصير في عنده هالمشكلة التوافق عدلة يمكن اجتماعية. خلينا كمان نحكي دكتورة شوي، سلطنا الضوء على كل أضرار وسلبيات الرقميات، خلينا نحكي عن كيف الأهل المفروض يتعاملوا ويخلوا أولادهم فعلا يستخدموا الشيء الإيجابي. شو هي هالثقافة التوعوية اللي ممكن ننشرها بالمجتمع؟ بالبداية لابد من خلق ثقافة الحوار بالأسرة، يعني نجتمع كأسرة ويبدأ الأب والأبناء تطرح المشاكل سوية ويتم إيجاد، هيك بيكون رب الأسرة بيعرف شو في عند عند أبناء ومشاكل وبيبدأ بيساعد بوضع الحلول. قد تقولي لي إنه هذا الحكي هلأ حاليا إنه جيب الشباب خاصة المراهقين اللي هني دخلوا بهالتكنولوجيا وأصبحوا يعني داخلين بعمق بهالمجتمع الافتراضي، انه انا بقدر هلا اجيبهم واعمل جلسه حوار، انا ممكن من خلال مناسبات معينه مثلا على الغداء او على شاء يتم فتح الحوار، يعني من باب التعويد هالابناء على الحوار. لكن بدي اشير لنقطه مهمه، انه الحوار يبدا منذ الصغر، يعني ننتبه للابناء الصغار ونعلمهم على ثقافه الحوار وعلى انه نحن نسمع لهم ونسمع منهم. حاليا الشباب وحتى الاطفال، الشباب حاليا هو لا يقبل التلقين ولا يقبل التوجيه، وإنما يتقبل المعرفة بالمشاركة وبالتفاعل. فإذا أنا لحتى أنا أوجه ابني إنه هالأداة إلى مخاطر، رح أنقل له تجربة حدثت لأمثاله وشو كانت المخاطر عليها وشو كانت يعني الأضرار اللي أتت على هالابن، وبالتالي هيك بكون أنا نقلت له خبرة ونقلت له معرفة، لكن من خلال نقل خبرة لأمثاله حتى هو يتقبلها. لكن اجي انا يعني اعطيه انه لا تستخدم وهذا مضار، ما رح يقبل هذا يعني الكلام، يعني مو دغري ممنوع، في نقاش ليوصلوا ليش ممنوع، لحتى وعيه ووضح له الأثر، لأنه هذا جيل صار واعي، لأنه عم تصلوا كم مفتوح من المعلومات، ما بقى مقيد بالمعلومة اللي عم ياخدها بالأسرة أو المدرسة. هلأ صار الإنترنت عم يربي ومجتمعات منفتحة واسعة، صار عم يدخل إلى حتى الإبن ممكن يكون عنده معلومات أكثر من الأب، يعني بصير بأنه بيثبت للأب أنه أنت معلوماتك مو صحيحة، هاي المعلومة 1 2 3 هي اللي موجودة، حتى يعني بغرض أنه يحرج أبوه، أنه هو يعني تماماً. يثبت الفردية والذات، حالة من الخلاف بين الآباء والأبناء أنه بيجي الأب بيقول له لابنه أنه أنت عم تتفهمن علي، بيقول له في مرجع ومصدر هو الإنترنت، يعني صحيح يمكن سالي هي كمصدر معلومات كمان مو بس كمان. إيه أخذوها كمصدر معلومات، وهذا خلق فجوة رقمية بين الآباء والأبناء من حيث التعامل، وفجوة رقمية بين اللي هو قادر يستخدم هالتقنيات والغير قادر. يعني الأبناء هلا أبرع باستخدام التكنولوجيا من الجيل الكبار اللي هن حاليا عم يتعودوا أنهم يستخدموا هالتكنولوجيا، وبالتالي رح يكون في فرق شاسع ويقدم له إثباتاته، وهون بيثبت الأنا العليا تبعه الولد، خاصة أنه هو بهالمرحلة، وخاصة الشاب المراهق بيسعى لإثبات الذات، فهون بيلاقي فرصة لإثبات الذات والأنا العليا، وأنه هو يعني أثبت شخصيته وغيره. نعم، يعني دكتورة بدنا منك كلمة أخيرة بعد هالنصائح والمعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وأكيد فادت كل المشاهدين، كلمة أخيرة منك تفضلي. بطلب من كل الأسر تحديد وقت المشاهدة والإنترنت، سواء كانت مشاهدة القنوات الفضائية ولا الإنترنت، يعني أنا بحدد وقت محدد هو بسمح فيه، وبعدين أنا بفصل الواي فاي عن البيت بالكامل. ليه؟ لأنه هي كمان عم يكون إلى آثار أنه الولد عم يعني يتراجع بأدائه الدراسي، عم يكون في آثار صحية على جسمه، على هالأعضاد الطويلة، وكمان على دماغه، وقلة التركيز، ويعني ضعف بالابتكار، وكل هالأمور هي كلياتها عم تكون آثار موجودة. فأنا بالدرجة الأولى بحدد الأوقات اللي بسمح فيها، حتى يكون في أوقات أخرى للطفل يقوم بواجباته، سواء كانت المدرسية ولا الشاب يعني واجباته التعليمية. بالإضافة للمجتمع عليه مسؤولة أنه يعمل على تخفيف وقت الفراغ لدى الشباب بتأمين فرص العمل والحد من البطالة، وهذا الشيء
تتطلب تضافر جهود عديد من المؤسسات، منها الثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية، كل هالوزارات لازم تتضافر جهودها مع بعض لوضع خطة لمواجهة هالعالم الجديد. بدي أتشكر وجودك معنا، بدي أتشكر المعلومات اللي قدمتيها، ويسعد صباحك مرة ثانية، وأهلا وسهلا. شكرا لك، يسعد صباحك. شكرا لوجودك.